اختارت مؤسسة المرأة العربية رئيسة جمعية الصحفيين في مملكة البحرين عهدي أحمد السيد للانضمام إلى هيئتها القيادية بعد مصادقة مجلس الإدارة بالإجماع على قرار اختيارها لهذا المنصب. وقال محمد الديلمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية أن انضمام السيد عهدي أحمد إلى عضوية مجلس الإدارة إلى جانب نخبة من السيدات العربيات البارزات في هذه الهيئة القيادية جاء تعبيرا عن التقدير والاعتزاز الكبيرين بسيرة ومسيرة عطاءات السيدة عهدية في مجالات الإعلام والصحافة واهتمامها بالقضايا الوطنية لبلدها وإيلائها حيزا كبيرا من مجال عملها في السعي لإبراز دور المرأة وتعزيز نجاحاتها في المحافل والهيئات الدولية من خلال كونها أول امرأة تنتخب لقيادة منظمة للصحفيين في بلدها البحرين. أضاف الديلمي أن تواجد السيدة عهدية في مجلس الإدارة سيشكل إضافة نوعية لتفعيل برامج وفعاليات المؤسسة المتنوعة لخدمة قضايا المرأة العربية من خلال خبراتها الكبيرة في نطاق العمل العام.